وهذا سائل يقول: أنا شاب أحتلم فأغتسل من الجنابة ثم أرجع علي ملابسي، هل في ذلك من حرج؟ نعم. سائل يقول: أنا شاب أحتلم فأغتسل من الجنابة ثم أرجع علي ملابسي، هل في ذلك من حرج؟ وماذا ستفعل؟ يعني ما ترجع عليك ملابسك إذا اغتسلت؟ هذا لازم أنك ترجع عليك ملابسك، هذا واجب أنك إذا اغتسلت تلبس ملابسك والحمد لله. نعم. شيخ ربما يقصد التي احتلم فيها. احتلم فيها طاهرة لأن المني طاهر، وإذا غسل من باب التنظيف فلا بأس. نعم.